السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب، معكم خالد من جيمر سناك، واليوم رجعت لكم في انطباعات لعبة فول اوت 4. في البداية حبيت اعتذر منكم، خصوصا من الناس اللي كانوا يسألون عن انطباعات متى تنزل انطباعات فول اوت 4. للأمانة انشغلت في ألعاب ثانية، اندمجت خلونا نقول، وأيضا اللعبة نفسها احتاجت مني وقت اني اخذ يعني فكرة كاملة عنها على الأقل مبدئية، يعطيكم هذه الانطباعات. لكن الحين موجود، واتوقع كثيرين منكم ما شروها مندمجين في العاب ثانيه او كانوا مترددين فيها من خلال الاسئله اللي قاعد توصلني في الانستغرام وغيره. على العموم هذا المقطع ان شاء الله بعطيكم فكره سريعه وشامله عن اللعبه، راح تعرف من خلالها ان اللعبه تناسبك او ما تناسبك. طبعا سلسله فول اوت هي من تطوير شركه بثيزدا، وايضا نظامها ار بي جي بعالم مفتوح وشكل يعني خلونا نقول الجيم بلاي اللي هو نظام الشوتر. طبعا هذه اللعبه ذكركم في سكايرم، لان فعلا سكايرم نفس المطورين ونفس الفكره ونفس خلونا نقول الستايل بشكل عام، لكن بتغير يعني اللي هو شكل اللعبه مختلف لانها في عصر حديث طبعا اللي هو الاسلحه والتطور وهذه الامور. على العموم خلونا نعطيكم نبذه بسيطه عن القصه وندخل في تفاصيل الجيم بلاي وفكره اللعبه. بشكل عام سلسلة فول اوت تتكلم عن حرب الموارد اللي صارت بين الدول العظمى. حرب الموارد كان يعني نقص في الماي والغاز والموارد بشكل عام، فصارت الحرب هذه وانتشرت وامتدت الى اكبرت صارت بين الدول العظمى، وبدأت الدول تتحرك ضد بعضها. طبعا اكثر العاب فول اوت تتكلم عن حرب الصين وامريكا اللي امتدت على 200 سنة وخلال سلسلة العاب فول اوت. بعدين قررت الصين انها تستخدم السلاح النووي، او تم استخدام السلاح النووي بشكل عام في هذه الحرب في امريكا في عام 2077 تقريبا. الانفجارات النووية هذه مسحت كل البشرية الا اللي كانوا في الملاجئ والشلترز او اللي يسمونهم الفولتس في اللعبة. طبعا احداث الجزء الرابع تبدأ مع هذا الانفجار النووي، وبالتحديد في منطقة بوستن مع عائلة اللي كانوا في فولت 111. طبعا هني تقدر تختار المغامرة او بداية القصة في لعبة فول اوت بين الزوج او الزوجة، يكون الاختيار لك. طبعا تقدر تختار شكلهم مثل ما تعودنا في العاب بثيزدا في سكايرم وغيره وهذه الامور. على العموم الاحداث تبدأ القصة احلى من الاجزاء السابقه للامانه، فيها تركيز اكثر على موضوع عنصر القصه اكثر من الاجزاء اللي فاتت، وفيها افكار حلوه وجانبيه وتاخذك القصه لامور كثيره ومثيره للاهتمام خلونا نقول. طبعا سحر الالعاب بثيزدا اللي تاخذك في الاستكشاف وهذه الامور. انا ما بيتعمق في القصه ولا اتكلم لكم عن تفاصيل القصه لان المفروض ان تستمتعون في هذا الشيء، بس اعطيتكم فكره عامه عن موضوع فول اوت. وحبيت اذكركم ان احداث الجزء الرابع نفس احداث الجزء الثالث اللي هم اثنينهم بدوا في هذا الانفجار، لكن كانت الفولت مختلفه اللي هو 101 في الجزء الثالث و111 في الجزء الرابع. اول شيء بتكلم عن اهم عنصر في اللعبه واكثر شيء يعني حبب الناس في اللعبه اللي هو الجيم بلاي. مثل ما ذكرتكم اللعبه ار بي جي وعالم مفتوح بنظام الشوتر، وتقدر تخلي يعني الشخصيه يعني منظور الشخص الاول مثل ما يقولون، او انك تظهر الشخصيه برا وتشوفها قدامك وتلعب فيها بشكل طبيعي. طبعا اللعبه بشكل عام الجيم بلاي معتمد على الاسلحه اللي هي الميلي، الضرب اللي تقدر تسوي لها ابجريد من خلينا نقول العصا والدبابيس والبيسبول والامور هذه تسوي لها ابجريد، وايضا عندك نظام الشوتر اللي هو بالرماية اللي متوسع بشكل جميل وفي تغييرات كثيرة في الأسلحة وتعديل وكرافتنج وهذه الأمور يعني اللي ممتعة صراحة، وفيها تشكيلة لا نهائية وتشكيلة ذكية. والحلو في الموضوع أنك كثر ما تستكشف وتقتل زعماء وتروح أماكن يعني يمكن شخص ثاني يلعب فول اوت يمكن ما شافها، تلقى أسلحة وقطع جديدة يعني تميزك وتستمتع فيها في كل مرة تلقى هذه الأسلحة. طبعا استخدامها يختلف حسب يعني نوع السلاح، ممكن سلاح يقص سلاح يفجر سلاح يرمي، يعني تشكيله حلوه حلوه من الاسلحه في موضوع الشوتينج في لعبه فول اوت. طبعا فيها ايضا نظام البيركس اللي تعدل الشخصيه او تطور الشخصيه، وشكله حلو يذكرني في لعبه فول اوت شلتر اللي هي على الموبايل. طب يعني نفس الرسومات والادوار تختار البيركس وتطور الشخصيه، وفيها طبعا نظام الليفل وهذه الامور. اللعبه تتميز بنظام تبطيء الزمن اللي هو يعني تختار اجزاء معينه من العدو، لما تطق سلو موشن تقدر تختار اي مكان ترمي العدو فيه. طبعا هذه الفكره منها انك تحدد نقطه الضعف للعدو تستخدمها يعني ترميه بشكل معين او في جزء معين في جسمه. موجود هذا الشيء يعني ما تطور للامانه في الاجزاء السابقه مثل ما هو، نفس الاحساس نفس الفكره نفس الشعور، لكن حبيت اقول انه موجود للي ما يعرفون في سلسله فول اوت. طبعا اللعبه فيها شيء يسمونه الكومبانيون او الرفيق اللي يكون معاك خلال المهمات، ممكن يكون الكلب اللي تشوفونه في العروض او الروبوت ايضا اللي في العروض او في بدايه اللعبه، وفي شخصيات مساعده ثانيه تدخل معاك
تساعدك في المهمات حسب حدث المهمة، إذا كان يعني الجانبية أو القصة راح تشوفون يعني شخصيات ممكن تدخل معك في إنجاز المهمة. الحلو في الموضوع أن اللعبة نظامها ساند بوكس أو اللي تقول تعطيك حرية إنجاز المهمة بأي طريقة تعجبك، ممكن تكون بسنيك، ممكن تكون بهجوم، وأيضا تقدر تأخذ البدلة اللي هي موجودة في العروض اللي شفتوها تدخل فيها هجوم بقوة، فلك الحرية في إنجاز المهمة. واللعبة يعني مفتوحة لك الاختيارات، حتى لو أنك تذبح شخصية رئيسية في اللعبة ما عندك مشكلة، نفس ألعاب بثيزدا مثل ما تعودنا. يعني اللعبة يعني مخليتك على راحتك. خلونا نقول طبعا سحر ألعاب بثيزدا موجود فيها، اللي عنصر الاستكشاف شيء لا نهائي، عالم مفتوح كبير ومهما يعني تتقدم فيه ما ينتهي، يعني تقدر تستكشف فيه حتى لو تخلص اللعبة تنهي القصة الموجودة، يعني مهمات، موجود استكشاف، موجودة مخلوقات وغير من هذا الأمور. طبعا اللعبة مليانة مهمات وأسلحة وبلاوي، تقدر تستخدم الجهاز اللي في يدك بالوصول لها، تختار المهمة. احتمال اني انزل شرح لهذا الموضوع. بالإضافة توفر لك اللعبة شيء جديد في سلسلة فولاوت، اللي هو تبني، إنك تبني لك بيت وتحط فيه دفاعات وتحط فيه موظفين وتخلي فيه يعني في كل مقاطعة تقريبا بيت واحد ممكن يصير عليه هجوم، فعشان تدي تحط فيه دفاعات. اللي لعب فولاوت شلتر على الموبايل تقريبا نفس الفكرة، فهذا الشيء حبيت أذكر لكم. ومتعمق وجميل، تقدر تسوي فيه أشياء حلوة، واعتقد إن في ناس راح تبدع في هذا الشيء، وممكن إنك تتركه يعني إذا مو مهتم لهذا الموضوع تقدر تكمل القصة وتروح فيها. طبعا نسيت أقول لكم إن القصة تقريبا إذا استمرت عليها دارك ممكن 50 ساعة تقدر تخلص اللعبة. شيء ثاني حبيت أذكر لكم، اللعبة ما فيها أونلاين ولا فيها عربي، بس حبيت أتكلم لأن كثير ناس يسألني في الانطباعات عن هذه الأمور. الحين بتكلم عن موضوع الجرافيكس. الجرافيكس باللعبة للأمانة يعني ما هو مميز ولا هو يعني شيء خرافي، لكن اللعبة اللي خلونا نقول تعطيك جوهر المتعة في الجيم بلاي نفسه بغض النظر عن الجرافيكس. يعني الجرافيكس مو مهم في اللعبة ولا راح تشوف شيء يبهرك، لكن الجيم بلاي هو سحر اللعبة. جانب هذا ان البيئة حلوة، تشوف المناظر حلوة، يعني اشياء عجيبة واشكال تصميم الوحوش المخلوقات اللي كل مرة تستكشف مخلوقات جديدة ومتعوب على تفاصيلهم، فهذا الشيء حبيت اذكر لكم. بشكل عام الجرافيكس لا تهتم له، لكن راح تشوف شيء يرضيك بغنى عن الجرافيكس، خلي تكون يعني مو مهتم لدرجة كبيرة في الموضوع الجرافيكس. حبيت اذكر ان اللعبة للامانة فيها جلتشات على كل الاجهزة حتى اللي هو البي سي، وايضا تشوفون مشاكل بالفريم، فهذا في كل النسخ لعبة فولاوت في هذه المشاكل، أتمنى يعدلونها في الأبديتات الجاية. رأيي بشكل عام للعبة فولاوت، صحيح الأغلبية ما يلعبون ألعاب العالم مفتوح خصوصا من هذا النوع اللي هو الRPG، لكن ثق تماما فولاوت 4 لعبة جميلة، وإذا يعني أنت جديد في السلسلة ممكن بس تحتاج منك كم ساعة إلى أن توصل وتدخل في جوها، بعدين تمسك الخط وتستانس في اللعبة وتستمتع فيها، وممكن تكون أحد التجارب اللي تذكرها طول حياتك. اللعبة مليانة استكشاف وغموض وإدمان، هو مقياس ألعاب بثيزدا مثل لعبة سكايرم وفولاوت. طبعا أذكر ناس شكروني على موضوع ويتشر، اللي كانت ويتشر لعبة يعني تخوف منها الناس، لكن لما دخلوا فيها بعد ساعات معينة لقوا جوهر اللعبة واستمتعوا فيها. فأنا أقول لكم أن فولاوت نفس الشيء، ولعبة من أروع ما يكون، من أفضل ألعاب السنة. طبعا ما راح أقيم اللعبة من 10 لأن في ناس تقول لي هالموضوع، لكن أقول لكم إذا أصريتوا أن تشوفون رقم، شوفوا المواقع كلها قيموا اللعبة تقييم لا يقل عن 8.5 من 10، فهذا الشيء يعني بحد ذاته يوضح قوة اللعبة، يعني من أروع ألعاب السنة. على العموم هذا كل اللي عندي عن موضوع فولاوت، أتمنى عجبكم المقطع، وعلى الأقل يعني أخذتوا عن اللعبة فكرة بشكل عام. وإذا أتمنى أنكم تشوفون المقاطع السابقة في القناة تأخذون عنها فكرة. إذا عجبكم المقطع لا تنسون باللايك والسبسكرايب والأمور هذه للدعم. يعطيكم العافية، كان معكم خادم جيمر سناك، مع السلامة.